السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غندير معكم كلاص منزلي بدون ضرب كهربائي، بضرب يدوي ومكونين فقط. واخا ما يكونش عندك الضرب الكهربائي ممكن دير كلاص، يعني الاخوات اللي تخافوا منه ما تنجحش لهم. هذه الطريقه سهله، واخا تكوني مبتدئه واخا تكوني ما عمرك دخلتي الكوزينه غادي تقدري تصاوبي هذا الكلاص. نتمنى انه يعجبكم. كما قلت لكم مكونين فقط وبضراب اليدوي. بالنسبه للمكونين اللي عندنا، هو الحليب كاس واحد، يعني الكاس الطويل ديال الماء كما وريتكم، يعني كاس عامر. وعندنا هاد الكلاص اولا الشونتيي ديال الشوكولات، عفوا داك الكلاص ديال الشوكولات اولا ديال الفاني اولا ديال الكراميل اللي متوفر عندكم. كلاص هاد البواطه ديروها في الثلاجه تكون بارده، وكذلك الضراب اليدوي انا ما درتوش في الثلاجه، قد حتى هو يكون بارد باش تسهل عليكم الخدمه، ديروهم في الثلاجه. كما بالنسبه لطريقه التحضير كاين في البواطه، درت هنا كاس ديال الحليب، الحليب يكون بارد، حاولوا انكم يعني تبردوه مزيان. بالنسبه للضراب الكهرباء اليدوي كما قلت لكم ولا الاناء ما درتهمش في الثلاجه، تقدروا ديرهم كاملين في الثلاجه باش يبردوا ودغيا يعني تطلع لك هاد الكريمه ولا هاد الكلاص. تقدري ديري الشونتيي وتزيدي عليه غبره ديال غبره ديال اولا ديال الشكلاط حتى هو يطلع لك هكايا، غير بلي الضرب اليدوي الا ما كانش عندكم هاد الكلاص. هذا كنضربوهم مزيان، خلطوهم مزيان، نبداو نخلطو نخلطو حتى كيطلع لكم يعني دغيا دغيا في 5 دقائق تيطلع لكم. الا ما كانش متوفر كما قلت لكم بواطه ديال هاد النوعيه ديال الكلاص، تاخذوا اي نوعيه الكلاص، الشوكولات فاني كراميل اللي متوفر. ما كانش خذوا غير الشونتيي ديروا فيه الشوكولات وتضربوا الشونتيي ديك غبره، والحليب راه غادي يطلع لكم حتى هو نفس الطريقه. تنخلطوا حتى كيطلع بحال هكا نتوما، غادي تولي كريمي، يعني كتبدلي واخا تعيد توقفي شويه وتخلطي، ماشي يعني كما قلت لكم باش ينجح لكم ديروهم كلشي في الثلاجه وغادي يطلع دغيا دغيا حتى كيكون يعني واقف هكايا ما تيكونش سائل، وكتحبسو. طريقه سهله وبسيطه. ومن بعد ما كنكملو غادي نغطيو عليه، نديروه في شي بواطه الا درتو يعني جوج كميه كثيره، نديروه في شي بواطه كيبقى لكم يعني في المجمد. اما هاد الكميه درت غير وحده، يعني كميه قليله دغيا داك النهار غيتكال على حسب بالنسبه لهاد الكميه، راه تكفي لخمسة اشخاص او لاربعة اشخاص، يعني راه تتكفي. اولا يعني الا كنتو كثار تقدروا جوج بواطات، ولا يعني كنتو غير شخص واحد ولا شخصين راه غتكفيكم هاد الكلاص. من بعد ما كنخليوه ليله كامله حتى كتشوفوا يعني يجمد ليكم على حسب المجمد، يعني اللي كان كيجمد دغيا راه غادي يعني غادي كمية، يعني واخا ما تكونش تصاوبي في الصباح في العشيه تلقايه موجود صافي. وتناخذوا واحد المعلقه تكون هكا دائريه اولا اي اولا هكا غير ملعقه عاديه تهزوا ديروا في الكيسان ديال الكلاص، كيجي رائع. حنا درنا غير هاد النوعيه ديال الشكلاط، تقدروا تختاروا ديروا شكلاط تخلطوهم، ديروا فاني، ديروا بيستاش، كراميل، تخلطوهم كاملين كيجيو رائعين، وديروا عليهم شي صلصه. المهم وريتكم الطريقه، يعني اي وحده باغا دير كلاص قد ديروا هكا بالضرب اليدوي. نتمنى اخواتي ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، ما تنساوش ما تخلوش عليا بلايك وبارطاجوا الوصفه مع الاخوات، شجعوا القناه وتفاعلوا معها، خليوا لي تعليقات، ولا بغيتوا اي حاجه خليوا لي تعليق. مع السلامه اخواتي، مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله. الى اللقاء.